إسرائيل تواصل هجومها البري وتقصف أنحاء متفرقة من غزة. معارك ضاربة في خان يونس وموجات نزوح مستمرة. وإسرائيل تلغي تأشيرة الإقامة لمنسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة. في اليوم 61 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واصل الجيش الإسرائيلي هجومه البري وقصفه الجوي والمدفعي على أنحاء متفرقة من القطاع. وفي آخر حصيلة لأعداد الضحايا الفلسطينيين، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد القتلى منذ بداية الحرب إلى 16,250 قتيلاً، بينهم 7,100 طفل و 4,900 امرأة، في حين بلغ عدد المصابين أكثر من 43,000. بدوره قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية أن طفلاً واحداً يقتل كل 10 دقائق في قطاع غزة. في سيناريو شبيه لما حصل بالشفاء والإندونيسي، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن القوات الإسرائيلية المتوغلة شمال القطاع أخرجت مستشفى كمال عدوان عن الخدمة. الصحة ذكرت أن كمال عدوان هو المستشفى الحكومي الوحيد المتبقي في شمال القطاع، وقد خرج عن الخدمة بالقوة وبفوهات الدبابات على حد وصفها، مضيفة أن أكثر من 400,000 فلسطيني في شمال القطاع أصبحوا بلا خدمات طبية على الإطلاق. وإلى جنوب القطاع، حيث يحاصر الجيش الإسرائيلي مدينة خان يونس، فيما تجري في محيطها اشتباكات هي الأعنف على الأرض منذ بدء الحرب قبل شهرين بينه وبين حركة حماس. آلاف المدنيين الفلسطينيين نزحوا من المنطقة مشياً أو على دراجات نارية أو على عربات محملة بأمتعتهم، وباتوا محاصرين في منطقة تتقلص مساحتها يوماً بعد يوم قرب الحدود مع مصر في مواجهة وضع إنساني كارثي. بالتوازي مع الحرب على قطاع غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحامه لمدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية. مئات الفلسطينيين شيعوا جثماني فلسطينيين اثنين، أحدهما طفل، قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس شمال شرق الضفة الغربية. كذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي في طول كرم قبل نحو أسبوع، ومقتل شاب آخر متأثراً بجروح أصيب بها صباح اليوم في مخيم بلاطة. وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 263 فلسطينياً. وفي خبرنا الأخير، وبعد تصريح حذرت فيه من سيناريو مرعب وشيك في غزة، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلغاء تأشيرة الإقامة لمنسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستيغنز، متذرعاً في قراره بعدم إدانتها لحماس، وذلك في أحدث خطوة تصعيد بين تل أبيب والمنظمة الأممية. كوهين قال في تدوينة على منصة إكس أن إسرائيل توقفت عن الصمت في وجه ما أسماه بانحياز الأمم المتحدة، وقررت إلغاء تأشيرة الإقامة في إسرائيل لهاستيغنز، وأنها لن تستطيع أن تشغل منصباً في الأمم المتحدة وتدخل إسرائيل.